خير. حلمت يا شيخ هذه بعد نفس الشيء بعد قراية البقرة ودعيت دعاء ورقدت أنا بعد الفجر. إني كنت في السيارة، السيارة كانت واقفة وأنا كنت جالسة بجانب السائق، بس مش متبين من هو السائق اللي في السيارة جالس على يعني كرسي القيادة. وأنا جالسة يا شيخ الجامع يعني دريشة السيارة كانت مفتوحة نص فتحة، كانوا يدخلون علي قطط وأنا كنت أرميهم برا. من ضمن القطط اللي دخلوا علي قطة لونها أبيض وكذي فيها شعر وشكل يعني شوي كبيرة وشكل وجهها كبير وكأنها يعني معصبة علي، وأنا مسكتها من رقبتها وفريتها بكل قوتي برع السيارة. بعدها يا شيخ دخلوا علي كذا قطة بس قدرت أتخلص منهم. وحدة صغيرة خشت يعني تحت الكرسي، ما اهتميت، حسيت إنها مش مؤذية يعني. وفي نفس الحلم يا شيخ شفت نفسي أنا وأبو العيال يكلمني ويقول لي أنا ما بقدر أي إلا الجمعة والسبت الساعة 7:30 بس. فقلت له هذا وقت وايد قصير وأنا بكون يعني ما بشبع منك في هالوقت، وانتهى وانتبهت على هالشي يا شيخ. متى الرؤية؟ اليوم يا شيخ بعد صلاة الفجر، وكنت قاري تقريبا في الثلث الأخير من الليل البقرة. ما شاء الله تبارك الله. أولا الرؤية تبشرك بأنه إن شاء الله ما أصابك من الحسد، إن شاء الله يكون انتهى وزال. والأمر الثاني أنه والله أعلم أن زوجك أو طليقك، عفوا أبو عيالك، أنت تزعلين من كلمة طليق، أبو عيالك عشرة عمر. الله يجزاك خير. أبو عيالك هذا سيعود لك والله أعلم وتغير إن شاء الله، وهذا في وقت قصير لأنك قلتي له يعني الوقت قصير، عرفتي؟ فالواضح لي من الرؤية أنه إن شاء الله يكون قريب والله أعلم. أنا قلت لك قصير يا شيخ أني بتوله عليك لأني ما يمديني من الجمعة للسبت أشبع منك يعني كشوفة يعني. ودلالتها في الواقع أن المدة قصيرة يا رب يا شيخ. الله طيب هي القطة البيضة يعني معناها الحسد زال؟ الحسد وربما إنسانة كانت في طريقك أو كانت تشوش، يبدو لي أنها إن شاء الله يعني تزول من طريقك والله أعلم. الله يبشرك بالخير يا شيخ. الله يبشرك يا أمان الله، الله يحفظك.